مرحبا فيك يا قلب غني وياك واجمل لحن الشعر بالصوت يا مرحبا بالضيوف بصوت جزل القصيد ترحيب تنقادرها من قدر يا صحابها ترحيب تنتهني الاحساس الشعور الفريد احساس شوق ومحبة صعب تقديره يا مرحبا فيك يا من جيت يا قلب غني وياك واجمل لحن الشعر بالصوت ترحيب الاسم ام سلطان بكل الحضور يا حي من جاتك الدعوة ولبيتها في حفلة الغالي متعب براحت كل عن يا عز شخص لها الكلمات خطيتها لكني كان أجمل من قطر من عجل المرجلة والمراجل دوم عنوانها يا مرحبا فيك يا من جيت سحب الموسيقى من